صرنا نفتح السناب ونشوف واحد يمازح أهله ويمازح أخواته ويضحكهم أمام الناس، ولا يحط يده على كتف زوجته، ولا يمسك يدها ويسلم عليها ويبوسها ويتغزل فيها قدام الناس. ونفتح الفيسبوك ونحصل واحد حاط صورة زوجته ولا صورة أهله في العرض أمام الناس وهي بكامل زينتها وبمكياجها. نفتح الانستغرام نحصل واحد ناشر في الستوري وهو يسوي مقالب في أهله ولا وهم يأكلون ولا هم بملابس البيت العادية وينشرها أمام الناس. السؤال اللي يطرح نفسه، تستعرض بهلك لمين؟ تبي زيادة متابعين عشان تسوي إعلانات وتصير مشهور وجيك مبالغ بعدها؟ يعني تسترزق بعرض أهلك عشان شوية فلوس ما أرخصك؟ إيش الرسالة اللي ودك توصلها للناس إذا حطيت صورة أهلك في حساباتك؟ يشوفونها أصحابك في العمل، يشوفونها أبناء جماعتك، يعني شوفوا زوجتي جميلة، تأملوا فيها واحفظوا صورها، ما أرخصك.